السلام عليكم. اليوم رانا نتكلم على مشروع نتاع مركب سياحي كبير وجميل جدا، واحد من أجمل المركبات السياحية في الجزائر. وهذا المركب أنشئ، راه في قيد الإنشاء بالغرب الجزائري، وبالضبط بشرق مدينة وهران، وبشراكة مع مجمع سياحي عالمي، مجمع روتانا. إذن هذا المشروع يعتبر إضافة نوعية في العروض السياحية في الجزائر. والحمد لله المجال تاع السياحة في الجزائر راه في تطور كبير، يعرف توسع كبير، وهذا سوف يخدم المواطن الجزائري، حيث أنه مع كثرة العروض يعني بالضرورة سوف تنخفض الأسعار. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.